هدد انه رح يضل يدخل على المخيم. عادي يدخل ويدخل يدخل. خسرنا شهداء وخسرنا شهداء. بيجي بعديهم ناس بيجي بعديهم. بنضلنا نقاوم بنضلنا نقاوم نكسر خشمهم. انت بدك تطلعنا من دارنا؟ فشي مش راح تطلعنا. يعني هي أرضنا وعرضنا ودارنا. تجيب جرافات ماكينات شو ما تجيب جبات. ربنا معانا ربنا حامينا. مدام ربنا معانا فيش اشي بيزم. الولاد الصغار استشهدوا الشباب استشهدوا كله في دارنا. يعني هاي قصف الدار عادي كله في دا فلسطين يعني خايفين من اجرامهم. واحد قاعد من قلب الدار طلق براسه الشهيد عبد الرحمن ابو دغج سيد الجبهاوي. يعني كان بيطلع على الجيش يعني بدوش يعمل اشي. لا معاه لا بارودي لا معاه لا قنابل مدني. حرام والله. عايد ابو حرب اخرى الله يرحمه شهيد بكاش يعمل اشي. يعني الجيش اصلا ما بده مبرر عشان يقتل الناس. صحيح. شرب اختي كل شيء تقول لي جوعانه عطشانه. كان انا بشده المدرسه كان في قديد باي وبعد رد ما شفتهاش. وكنت اروح لعم محمد ما رحتش عنده لانه كان ردم رجلها تشوهت ورجلها انفتحت. فأنا خبلتها ووديتها. رحنا على غرفتنا الصغيرة. إحنا لقينا حرامنا مزع جبنا الناس على بدل مخدة حجر. كان الغرفة مليانة حجار. كنت وقت ما بدي هادي أصحى كان ظهري يجوعني. كنت بدي بس أمدد رجلي لأنه بس أنا كنت إيش أبعص حالي عشان أختي تاخذ راحتها. أربعة. أنا إذا بتقولوا لي أنا ميتة بصدقكم. بس هي مش ميتة. لأنه أنا جايبها طلعت فيي قالت لي يا بابا شايفين محلاها. هادي أعز من إخواتها الاثنين. أعز من أسامة فؤاد. بدها تعمل القهوة هاد. تعمل قهوتي الصبح تقول يا بابا قبل ما أطلع على الشغل تعمل لك قهوة. أنا أشطر من ماما. أقول آه والله قهوتك أشطر يا ميس. صح يا حبيبتي. يا طلع عينيها محلاها. بس يا محمد. طلع ميس هاد. طلع مطولها لسه صغيرة بصف ثالث. طلع مطولها ملكة. ميس ملكة. بس ايش ميس عاد؟ ميس من وهي صغيرة بتخش مع امها في المطعم. الله معلمة بتشتغل مدرسة. وهادي بتلبس اخوتها الصغار. اخوي الله. ميس راح. قبل سنة بالضبط مثل هاليوم كنت ماسك ايدي وانا اولد. سمينا بنتنا دانيا بمعنى القرب بالعربي لحتى تكون قريبة من قلوبنا دايما. اليوم بيصادف عيد ميلادها الاول. وخططنا ليوم كتير كبير. وأنا لهلأ عندي أمل إنك رح تكون هون تساعدها تطفي شمعة عيد ميلادها. حبيبي مرق أسبوعين من لما قتلك الاحتلال الإسرائيلي بوحشية وإحنا نفطر سوا. دمرتني فكرة كيف إنه دانيا رح تضل قريبة من قلب أبوها بلا ما تشوف وجهه. هي كتير صغيرة عنها تكون يتيمة. وأنا كتير صغيرة عني أكون أرملة. وإنت كتير صغير إنك تخسر حياتك بس عشانك صحفي. مش حنسامح. اليوم 15 يعني عيد ميلاد كريم التاسع. يا الله قديش كان إله بستنى بهاليوم. من أكتر من 3 شهور وهو بحسب له. وعزم كل أولاد عمامه وعماته مقدما إنه بده يعمل حفلة. لحد قبل ما يستشهد بساعتين وإحنا بنتغدى قال لي ضايل 10 أيام لعيد ميلادي يابا. اللي مهون علينا يا كريم إنك عند ربنا مع سيدك سمير وستك عزيزة وعمك أيمن ومرته وولاده سمير ويامن وميرة وعبود ومع عبدالله ابن عمك حسين وإمه ومع عمك إسماعيل ومرته ومحمد وزينة ومع عمك أحمد وصاحبك أمير ويوسف ولارا وصالح ومع عمك حبيبك وصاحبك إبراهيم ومع خالتك رولا وخالتك ليان وابن خالك وسام محمد. اعملوا مع بعض عيد ميلادي ماما وانبسطوا فوق ما انتم مبسوطين. خد هدايا يا كريم والعب قد ما بدك. والعب بلياردو وبلاي ستيشن براحتك. مش هقول لك بكفي يلا عالنوم.
يا كريم، بيسلم عليك سمير أخوك، والله بيسأل عنك كتير، وإنك كل ليلة بتحكي مع صورة. تعال لنا بالمنام شوي، بس قول لسيدك سمير قبل بلاش يسأل عنك وين رحت. الله يسهل عليك يا نورتنا، كل عام وانت بخير يا حبيبي.